السلام عليكم. رأيت مقطعا للشيخ أمين الأنصاري يرد فيه على محمد ابن شمس الدين ويتعقبه في مسألة أسماء الله الحسنى، وادعى أمين أن محمدا أنكر بعض الأسماء الثابتة لله عز وجل. خد بالك من أنكر دي. ثم أطلق عدة إطلاقات وقال له إنك تفسد دين العباد، وقال أيضا إنك تتجنى على الله بغير علم، وقال تنكر معلوما من الدين بالضرورة. إي والله، قال له هكذا، وقال إنك تنكر الأسماء والصفات وتنكر أسماء معلومة من الدين بالضرورة. ثم قال له تعال أعلمك، وأنا معايا ماجستير ومعايا دكتوراه، وعرض له بعض المقاطع، وأنا في هذه المقاطع التي هو عرضها ما سمعت من محمد ما ادعاه عليه. فهو عرض شيئا وقال شيئا آخر. وبما أن حضرتك أستاذ ومتخصص كما تقول في الأسماء والصفات، السؤال: هل جمع الأسماء الحسنى مجموعة، هل هذا توقيفي؟ لا أقول أن كل اسم لابد أن يكون على النص بالتوقيف، لا، هل جمعها هذا أمر توقيفي أم اجتهادي؟ إن كان توقيفي فليس لأحد أن يتكلم أو يناقش في هذا، بل يجب علينا التسليم، لأن هذا جاء من خلال النص الصريح. جمع هناك في الجمع ما كان من النصوص ما هو صريح، اسم الجلالة جاء صريحا، هو الله الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، جاءت صريحة، ليس لأحد أن يناقش في هذا. وهناك أسماء جاءت أو أخذها أهل العلم من طريق الاستنباط، أخذوها من الاستنباط. طيب هذا الذي جاء عن طريق الاجتهاد لازم لكل الناس؟ فإن قلت نعم لازم، أقول هات الدليل حتى ألتزم بكلامك. وإن كان في خلاف بين أهل العلم والمسألة اجتهادية فلا نلزم أحدا باجتهاد أحد، ده الطبيعي. فأما حضرتك تقول دي مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هي إيه؟ النص الصريح ولا الذي جاء من طريق الاستنباط؟ وهل هو هل أنكر هذا النص أصلا أم نازعك في فهم النص؟ وهل هو الذي قال هذا من عنده أنه من المجتهدين، أم قال أن المسألة خلافية بين أهل العلم فنقل الخلاف؟ فلماذا تشنع عليه ولا تشنع على من صنع الخلاف أصلا؟ هو ينقل الخلاف بين أهل العلم، أما حضرتك لم تطلع على الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في هذا الاسم، هذا شأنك، لا تنكر ولا تدعي أنك من الأساتذة والجهابذة في هذا الباب وتعطي دورات. أسلوب التعالي ده، هذا أسلوب من التعالي. اسم الله المنتقم مثلا، المنتقم شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا لا يصح أن يطلق على الله هكذا، لأنه جاء مقيدا فهو منتقم من الظالمين، وأطلقه ابن القيم رحمه الله. هل يشنع ابن تيمية على ابن القيم ويقول أثبت لله ما لا يصح؟ وهل يشنع ابن القيم على ابن تيمية ويقول أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة لأنه جاء هذا في كتاب الله؟ الدهر أثبته ابن حزم وجماعة من أصحاب الحديث، كما بين ذلك ابن تيمية في تعقبه على ابن حزم، ومع ذلك أنكر هذا أن يكون لله. يشنع عليه بقى جماعة من أهل الحديث ويقول أنكر ابن تيمية، أنكر ابن تيمية اسم الدهر، وهو من الأسماء الجامدة التي لا يصح أن تنسب إلى الله عز وجل ويدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الوت جماعة أثبتوه وجماعة لم يثبتوه. النظيف جماعة أثبتوه، قالوا أن الله نظيف من أسمائه النظيف، وهكذا. فهي مسألة اجتهادية، وأنا أنقل لك كلاما للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في موضوع الإحصاء، يقول رحمه الله: ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر العسقلاني، فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدها وفيه أشياء غريبة. الشيخ بيستغرب في أشياء غريبة في عدها ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله. ده الشيخ ابن عثيمين ينكر ما ذكره ابن حجر من بعض الأسماء عن بعض العلماء، وقال هذا غريب، يستغرب هذا، وهي بعيدة أن تكون من أسماء الله عز وجل. وقال الشيخ ابن عثيمين: وسبب هذا الاختلاف في عد أسماء الله أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدها بالتعيين، ولو صح لما بقي كلام لأحد بعد ذلك، ولكن
لعدم صحة ما نقل عن النبي، يقصد ما جاء في حديث الوليد بن مسلم. والجمع الذي جاء هذا مدرج من كلام الوليد بن مسلم يشرح الحديث وذكر أسماء، وجاء من بعد الوليد من قال هذا لا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، وهذا ليس من أسماء الله. يأتي من يوافقون الوليد يقولون لقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يتكلم كلام احترم فيه عقول من يستمعون إليه، فيقول ولكن لعدم صحة ما نقل عن النبي فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها، كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينه، فهي مسألة اجتهادية. وأنا أذكر الدكتور الردواني لما خرج ببحثه في أسماء الله الحسنى الثابتة، وهو بحث جيد في الجملة وعليه مؤاخذات، وأراد أن يبين أن هذا البحث يعني تام وكامل وخلاص لا مجال للبحث من بعد ذلك، وهي هذه الأسماء الثابتة التي يجب أن يجتمع عليها الناس. فخرج طلبة العلم آنذاك وأهل العلم ردوا عليه وقالوا لا تلزم الناس باجتهادك، مسألة اجتهادية، ما زال الناس يجتهدون ويختلفون. فلما يأتي إنسان ويقول هذا لسه اختلف فيه الناس أو اختلف فيه العلماء، لا تشنع عليه وتقول أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يا أستاذ يا جهبذ الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة هذا كفر، ولا هي كلمة حلوة أنكر معلوما من الدين، قعدت تعدها أكثر من مرة، أنكر معلوما من الدين، أنكر معلوما من الدين، ولا تدري يعني عواقب هذه الكلمة. فهذه الأسماء في طرق جمعها هذا أمر اجتهادي، يختلف الناس في بعض المسائل. وتعقبه أيضا في تفسيره لاسم الله أو في شرحه لاسم الله الجبار، والجبار له عدة معاني. الذي قاله محمد أنه يجبر الناس على طاعته، وأنا لا أعرف أحدا من السلف قال بهذه اللفظة أنه يجبر الناس على طاعته، إنما يقهر العباد على ما يريد، إنما على طاعته دي لا أعلمها. كان هو يعلم هذا، فهو لعله خانه اللفظ التكلم ده محمد يعني، لكن هو جاء عن بعض السلف أنه يقهر العباد على ما يريد، وهذا حق، فإن الله عز وجل يجبر الخلق على فأجبرهم على البعث، على الموت والبعث والنشور، الأمور الكونية. أما على طاعته هذه لا أعلمها، لو هو يعني عنده دليل اطلع على شيء لم اطلع عليه ليطلعه. فأنا ظني أنه يقصد هذا المعنى، أنه يجبر الناس أو يجبر الخلق على ما يريد فقالها على طاعته. وبعدين بتقول له تعالى أعلمك وأديك دروس، أنت لم تطلع على الخلاف في المسألة التي تزعم أنك يعني رأس فيها، لم تطلع عليها، فتتكلم إزاي في مسائل العلم؟ ومع ذلك لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه ومن من مثله ومن من دونه، ما فيش مشكلة يتعلم، كلنا نتعلم، ومع المحبرة إلى المقبرة، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن نتعلم ممن يتكلم بعلم. وآخر حاجة الإخوة اللي ممكن يكون عندهم فجور في الخصومة، تختلف مع محمد بن شمس الدين اختلف، لكن لازم تفهم أن محمد بن شمس الدين إحقاقا للحق ينطلق من انطلاقات سلفية وقواعد أثرية، فهو يتبع السلف. نختلف معه في التطبيق، في التنزيل على بعض الأشياء اختلف، وما زال الناس يختلفون، أما الذي نراه هذا فجور في الخصومة. والله عز وجل أمرنا بالعدل مع المخالفين، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى، فالإنصاف عزيز فعلا يعني، أنصفه، فهو أقرب إليك ممن تتعصب له في عقيدته. وكما قلت تختلف معه وأنا أختلف معه في بعض النتائج، لكن الأصل منبعه صافي، يأخذ من معين السلف ومن كلام السلف، أما أنك تشنع عليه وتصفه بأنه من الخوارج وبأنه كذا وكذا، يعني هذه يعني هذا ليس من الإنصاف. أرجو من الإخوة أنهم يتريثوا ولا يحدثون الشقاقات والخلافات، فيشمتون بنا أهل البدع ويفرحون فينا أهل البدع. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا.